هذه المحاضرة راح تكون عبارة عن ملخص مختصر مراجعة لكل اللي ذكرته لحد الآن عن الأبر لم. فإذا ما كنت حضرت المحاضرات السابقة فياريت على الأقل إنها تكملها للنهاية، لأنه راح تحتاج المعلومات الموجودة بها. من راح أشرح المسلز والنيرفز والأرتيز إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. مساء النور شباب وبنات الكل اللي قاعد تابعوني. مثل ما قلت انه هذه المحاضرة راح تكون عبارة عن مختصر ملخص مراجعة لكل اللي ذكرته عن الأبر لم لحد الآن. صراحة انه يعني مهم، انه بالنسبة لي يعني مهم ان هذا النوع من المحاضرات يكون مهم، لانه يربط الافكار وينظمهن بنفس الوقت. يعني اكيد انه لاحظتوا انه اشهر فيديوهات انه تتحدث مجرد يعني تتحدث عن البونز، عن البوندريز، عن السيرفس اناتومي اوف بونز، تتحدث عن كلينيكال كورليشنز اللي هي الفركتشرز، فكانت الى حد ما محاضرات الى حد ما يمكن الفكرة اكو فكرة معينة انفقدت. فهذه المحاضرة راح تحاول هاي الفكرة اللي انفقدت راح تحاول يعني تبحث عليها وتجيبها، اوكي بهذا المعنى. وايضا انه بالنسبة للطلاب اللي يشوفون مثلا نفسهم انه ما محتاجين ديش المحاضرات التفصيلية، فهذه المحاضرة راح تكون بالنسبة لهم انه شيء مختصر وسريع ويعطيهم الفكرة، يعني تقريبا نفس الفكرة اللي موجودة بالفيديوهات السابقة. ولكن بالنسبة للطلاب اللي يشوف نفسهم انه ما راح يفهمون على هذه الطريقة السريعة، فموجودة بالنهاية الفيديوهات التفصيلية. نبلش بالفيديو، نبلش بأول موضوع أو بأول بارت من هذه المحاضرة وهو الباوندريز. الباوندريز شنو قصدنا بها؟ مثل ما قاعد نشوف هذه الأرقام، هذه الأرقام كل رقم من أدها يعني أنه أنا عندي منطقة لها اسم معين. فأنا مثلا إذا أريد أعطي إنجكشن هنا أنا أقول مثلا هاي المنطقة اسمها كذا، فنقول مثلا إنجكشن بالدلتويد ريجين مثلا بهذا المعنى، فهذه لها أسماء. أيضا إذا مثلا أريد أقول أنه النيرف اللي يغذي هذه المنطقة فلازم يكون عندي اسم ثابت وواضح لهذه المنطقة، وهي هاي يعني تخصص الاناتومي انه يسمي لي مناطق الجسم. فأول منطقة عندي الدلتويد اللي هي هاي الدلتويد ريجن، وعندي ايضا الكلافي بكتورا تريانجل، هذا الكلافي بكتورا تريانجل مثل ما قاعد نشوف هذه المنطقة الصغيرة، اوكي. عندنا ايضا البكتورال ريجن اللي هي هاي الثالثة، هذه المنطقة كلها تسمى البكتورال ريجن. ايضا عندي السكابيولار ريجن، هذه المنطقة كلها تسمى الscapular region. أيضا عندي المنطقة الخامسة اللي هي الaxillary region، اللي هذه المنطقة بالضبط، هذه هي بالضبط الaxillary region. راح يكون طبعا الaxilla إلى محاضرات كثيرة راح نتحدث عنها بشكل تفصيلي أكثر. عندنا الanterior arm، هذه الarm الذراع، هذه حدود الanterior arm، اوكي. نلاحظ انه الباوندريز هنا مثلا مال الدلتويد ريجن، اوكي، لهنا تنتهي وتبلش الارم وتنتهي ايضا لهنا، فهذه الانتيرير ارم، واكيد عندنا البوستيرير ارم، وعندنا الكيوبيتال اللي هي هاي، وعندنا ايضا البوستيرير البو اللي هو هذا بالضبط. عندنا ايضا الانتيرير فور ارم اللي هي هاي والبوستيرير فور ارم مثل ما قاعد نشوف، واخر شيء عندنا البوستيرير، اوكي اخر صوره هذه راح تكون الانتيرير ريست مثل ما قاعد نشوف، هذه الانتيرير ريست، والبوستيرير ريست مثل ما قاعد نشوف هذه البوستيرير ريست، وعندنا البالم او البالمر راح تكون 14 البالم او البالمر، والدورسم اوف ذا هاند او الدورسال ريجن اوف ذا هاند، اوكي بهذا المعنى، وعندنا اخر شيء راح تكون 16 اللي هي الديجيتس او الفينجرز انكلودينج ثامب بهذا المعنى، ديجيتس باللاتيني ديجيتس بهذا المعنى. هذه كانت الباوندريز مال الابر لم. فهذه المناطق مهم انه نحفظهن، مهم انه نعرفهن، لانه راح نستخدمهن هوايه، كل شويه راح نكررهن، الدورسم اوف ذا هاند، الديجيتس، البالمر، البالم الى اخره بهذا المعنى، فلازم نحفظهن. ننتقل للموضوع الثاني اللي هو overview of bones.
All bones. إحنا شنو البونز اللي موجودة عندنا؟ الكلافيكل. الكلافيكل المفروض الآن، هذه طبعا المحاضرة مراجعة، فالمفروض الآن أنتو تكونون عارفين شنو هو الكلافيكل. فأدنا two clavicles، أدنا طبعا two scapula، أدنا طبعا two humerus، وأدنا أكيد radius وألنا four، دينات رح يكونن four لأنه عندي two upper limbs. عندي الكاربال بونز 16 راح يكونن، وعندي ايضا الميتاكاربال بونز راح يكونن 10، وعندي اخر شيء الفلنجز راح يكونن 28، فالمجموع كله راح يكون 64 بونز. ذني البونز ببساطة، هذا الكلافيكال، هذا السكابيولا، هذا الهيوميروس، هذا البوستيرير، وهذا الانتيرير. عندنا طبعا هذه، هذا الالنا وهذا الراديوس، هذا الالنا وهذا الراديوس، هذا بوستيرير، هذا انتيرير. ذني الكاربال بونز، هذا الميتاكاربال بونز. ذني الفلنجيز، هذا انتيرير وهذا بوستيرير. هذني كانن كل البونز. الان نبلش بالبونز بشكل تفصيلي اكثر، وناخذ اول شيء الكلافيكال. عندنا الكلافيكال، هذا ببساطه الكلافيكال. الكلافيكال طبعا مثل ما اشرت سابقا ان الكلافيكال elevated من الاكروميان على الاكروميان، elevated to acromion، superior to acromion، وايضا هو superior to the manubrium حتى يكون الجوجيولر نوتش اللي راح نتحدث عليها ان شاء الله بالسيرفيس اناتومي، وتحدثنا عنها بالمحاضرات التفصيلية. فهذا مثل ما قاعد نشوف الكلافيكال. الكلافيكال طبعا عندنا السوبيريور سيرفيس مثل ما نعرف، المفروض نكون هسه نعرف عندنا الكلافيكال مقسم الى قسمين. هذا القسم، هذا القسم اللي هو اللاترال 1/3، وهذا القسم اللي هو ميديال 2/3، يعني هذا الثلثين اللي صارت ميديال، وهذا الثلث اللي صاير لاترال. طبعا هذا هنا، هاي الخط الاحمر اللي هو الويست اوف ذا كلافيكال، تحدثت عنه بالفراكتشرز. طيب عندنا طبعا هذا، بما انه هنا هذا طبعا الميديالز، الميديال 2/3 راح يكون سلندريكال ان شيب، وهذا راح يكون فلاتند. طالما هذا سلندريكال فراح يكون الى four surfaces، عند superior surface وعند posterior surface وعند anterior surface وعند inferior surface. هذا الجزء الميديال، الميديال 2/3. أما اللاترال 1/3 راح يكون flattened، وراح يكون إلى posterior border، وراح يكون إلى anterior border، وراح يكون إلى superior surface و inferior surface. هذه ببساطة. بالميديال 1/3، بالميديال سوري 2/3 اللي هو هذا، هذا طبعا سموث، اوكي سموث، ما عندنا به اي شيء، ولكن بالانفيريور سيرفيس، هذا السوبيريور سيرفيس مالته سموث، والانفيريور سيرفيس عندنا امبريشن فور كوستو كلافيكولار ليجمنت، وعندنا هذا الشيء اللي هو اسمه سبكليفيان جروف فور سبكليفيوس مسلز، راح نتعرف على هاي المسلز ان شاء الله خلال المحاضرات القادمة. طبعا عندنا بالميديال سوري اللاترال 1/3 اللي هو هذا، راح يكون فلاتن مثل ما قلت، والسوبريور سيرفيس ما بي شيء مميز، اوكي راح يكون سموث ايضا. وعندنا الانفيريور سيرفيس راح يكون طبعا الانفيريور سيرفيس كله هو رف بالنسبة للكلافيكال، والسوبريور راح يكون سموث. فبالطبعا بهذا الجزء عندنا هذا الترابيزويد لاين، وعندنا الكونويد تيوبركل. الكونويد تيوبركل والترابيزويد لاين عندنا سيرفيس او عندنا سوري ليجمنت معين راح يرتبط بهن. هذا طبعا هذا هنا السيرفيس هذا البسيط، اوكي راح نشوف ان شاء الله بالجوينتس. هذا هنا الاي سي جوينتس اللي هو الاكروميال كلافيكولار جوينت، هنا راح يرتبط. فعندنا طبعا هذا الاكروميال، هاي الاكروميال اند نسميها، او اللاترال اند، هذه الاسترنال اند او الميديال اند، فهذه راح ترتبط، هذه راح ترتبط بالمانوبريوم، وهذه راح ترتبط بالاكروميان بهذا المعنى. عندنا طبعا هذه الصورة شنو توضح لي، طبعا الأحمر هو المصل origins، وانتحدثت الorigins والinsertions عنها بمحاضرات الgeneral anatomy، اوكي رح يكون عندكم اقتراح يعني بنهاية هذا الفيديو. فعندنا طبعا الorigins اللي هي الحمراء، والزرقاء تكون هي عبارة عن الinsertions، والgreen in color رح تكون الligament attachment. فعندنا هذا الligament اللي هو الcostoclavicular ليجمنت، وعندنا هذا ترابيزويد، وعندنا هذا راح يكون الكونويد ليجمنت، واثنيناتهم راح يكونون الكوراكو
clavicular ligament اللي يرتبط بالcoracoid process. طيب عندنا طبعا الموضوع الثاني اللي هو الاسكابيولا، العظمة الثانية اللي هي الاسكابيولا. هذا الاسكابيولا من الانتيريور سيرفيس راح نشوف انه هو صاير posterior to the thorax، هذا نسميه thorax، القفص الصدري، او thoracic cage، او يعني هو هذا القفص الصدري. طيب عندنا هذا فيكون posterior الى اوكي posterior للربس، ثاني هنا تحديدا وين راح نعرفه بالسيرفيس اناتومي. عندنا هنا طبعا عندنا هذا من البوستيرير، فنلاحظ انه شكله من البوستيرير هذا السباين اوف ذا سكابولا. نتحدث عن السكابولا بشكل تفصيلي اكثر، هو اكثر عظمه بها شيء مميز نتحدث عنه وبيه هواي تفاصيل. عندنا 3 بوردرز اوكي، عندنا هذا الميديال بوردر، هذا اللاترال بوردر، وهذا السوبيريور بوردر. عندنا 3 انجلز، هذه السوبيريور انجل، هذه اللاترال انجل، وهذه الانفيريور انجل. طيب عندنا ايضا 3 processes، فهو عنده هذا الاكروميان، هذا الشيء هذا البروسيس او البروز نسميه الاكروميان، وعندنا هذا نسميه الكوراكويد بروسيس، وعندنا هذا طبعا السباين اوكي او السكابولار سباين، هذا السباين. عندنا 2 surfaces طبعا، عندنا anterior surface و posterior surface. اللي يميز البوستيريور سيرفيس اللي هو السباين اوكي او ذا سكابولا. عندنا طبعا ال 3 فوساي، فوسا معناته حفره، ففوساي معناته حفر، 3 حفر من الانتيرير. طبعا هاي كلها تشغل كل الانتيرير سيرفيس اللي هي سب سكابولار فوسا، اللي هي تعتبر الاوريجن اوف سب سكابولاريس ماسل. طيب عندنا ايضا من البوستيريور سيرفيس عندنا 2 فوساي اللي هن السوبرا سباينس فوسا والانفرا سباينس فوسا. ايضا عندنا 2 نوتس اللي هي طبعا هذه السوبرا سكابولار نوت، وعندنا هذه راح تكون هنا اللي هي سباينو انجلينويد نوت، راح نتعرف عليها ان شاء الله بنهايه حديثنا عن السكابولا. عندنا طبعا 3 تيوبركلز، 2 راح نتعرف عليهم بالصورة اللي جاية، وال1 اوكي اللي هي هنا واضحة اكثر، فهذه اللي هي الدلتويد تيوبركل اوف ذا سباين. السباين راح نتحدث عنه اكثر ولكن بنهاية حديثنا عن السكابولا. طيب عندنا هسه 2 كيرفز، الانتيرير كيرف اللي راح يكون شنو الانتيرير كيرف؟ راح يكون كونفكس كونكيف، والبوستيرير راح يكون كونفكس اوكي. كونفكس يعني محدب، وكونكيف يعني مقعر بهذا المعنى. طبعا ال 3 تيوبركل عندنا هنا السوبرا اجلينويد تيوبركل والانفرا اجلينويد تيوبركل مثل ما قاعد نشوف. هذا طبعا الاجلينويد كافيتي، هذا الاجلينويد كافيتي، وهذا كله نسميه الاجلينويد اوكي اللي هو يعتبر الهيد اوف ذا سكابولا، راح نتحدث عنه بعد شويه. عندنا طبعا عندنا هذا مثل ما قلت هذه السوبرا سكابولار نوت، عندنا طبعا هذا الجلينويد اوكي، هذا الجلينويد اللي هو الهيد اوف ذا سكابولا، هذا كله هو والسوبيريور سوبيريور والسوبرا والانفرا جلينويد تيوبركل والجلينويد كافيتي كلهن راح يكونن الهيد اوف ذا سكابولا. اما هذا كل الباقي فراح يمثل البودي اوف ذا سكابولا، وعندنا هذه بالنص راح تصير النك اوف ذا سكابولا اللي هي ما بين الهيد والبودي. طيب النقطه الثالثه اللي هي سباين اوف ذا سكابولا، ان هذا السباين اوكي هذا السباين مثل ما قاعد نشوف هذا المفروض يكون النوتس هنا النوتس كونكتنج، ممكن نسميها يعني جريت اوكي جريت نوتس اوف ذا سكابولا، ايضا لها هذا الاسم ولها اسم اللي هي سباينوجلينويد النوتس اوكي. راح نشوفها مثل ما قلت بنهايه حديثنا عن السكابولا، وهذه التيوبركل اوف دلتويد تيوبركل اوف سكابولا. عندنا طبعا هذه الحمراء مثل ما تعرفنا الحمراء او الرد اللي هي الاتاتشمنت او الاوريجنز اوف ماسلز، وعندنا البلو راح تكون هي عباره عن الانسرشنز اوف ماسلز مثل ما قاعد نشوف هنا ايضا بالهيومرس، ايضا عندنا انسرشن اوريجن
مثل ما قاعد نشوف هذه أيضا. الآن عندنا هذا الحديث هنا رح يكون عن السباين. السباين اللي هو يبلش من هنا، هذا طبعا الأكروميان أوكي، وهذا هنا يعتبر السباين، يعني هذا من القطع أوكي، هذا سباين وهذا أكروميان. ال كسباين أو السكابيولا مثل ما قاعد نشوف هذا السباين قاعد يكون شكله مثلث. خلي أرسم أفضل لأن هاي النقطة أحسها ما كانت واضحة بالمحاضرات اللي بيها تفاصيل. فهذا السباين أوكي، رح أرسمه بهذه الطريقة. فهذا هو السباين. هذا من نانا، هذا من نانا رح يكون هو عبارة عن الـ posterior border، وهذا رح يكون الـ lateral border، وهذا رح يكون الـ anterior border. الـ anterior border مثل ما قاعد نشوف متصل بالـ body of the scapula، هذا اوكي الانتيريور بوردر راح يتصل بالبودي اوف ذا سكابولا، هذا البودي اوف ذا سكابولا اوكي بهذا المعنى اوكي. هذا البوردر اللي هو الانتيريور بوردر. البوستيريور بوردر راح يكون شنو؟ راح يكون ما متصل بشيء، راح يكون سبكيوتينيوس، راح يتصل بمسلز تعتبر الاوريجين لسيفرال مسلز. هذا الشيء راح نسميه الكريست اوف the scapula، يعني the posterior border هو عبارة عن the crest of the scapula، crest of the spine. عندنا طبعا هذه هنا التوبركل مثل ما قاعد نشوف، هذا طبعا هاي الرسمة مش واضحة أو هاي الصورة مش واضحة، بس إنه وضحت باللي قبلها اللي هاي هنا راح تكون التوبركل دوتويد توبركل. طيب عندنا هذه اللاترال بوردر اللي هي هذه أيضا همانتين، وهذه أيضا قاعد تكون شيء اسمه، شايف هاي النوتس اوكي اللي تشبه هنا هاي السوبرا سكابولار نوتس. فهذه النوتس اللي هي greater notch of the scapula هذه نسميها spinoglenoid notch اوكي. spinoglenoid notch يعني متكونة من السباين ومتكونة من الجلونويد، فنسميها spinoglenoid notch بهذا المعنى. هذا كان كل شيء عن السكابولا. طبعا اللي ما قاعد يفهم اللغة السريعة اللي قاعد اشرح بسرعة لان هذه المحاضرة مراجعة، فاللي ما قاعد يفهم يقدر يحضر المحاضرات التفصيلية. طيب عندنا طبعا الهيومرس، راح يكون حديثنا الان على الهيومرس. الهيومرس هو اللونج بون اوكي، لونجست بون اوف ذا upper limb. طبعا الهيومرس يحتوي كل لونج بون مثل ما نعرف احنا، عنده هيد، عنده تو اندز اوكي تو اندز، وعنده شفت اوكي. طيب الهيد طبعا هذا الهيد اللي هو يحتوي على الكارتلج اللي هو الارتيكولار سيرفيسز او ارتيكولار سيرفيس، ويحتوي على الاناتوميكال anatomical neck. ليش اكو تو نيكس؟ عندي هذا الاناتوميكال نيك وعندي هذا السيرجيكال نيك. السيرجيكال نيك لانه السيرجنز يقولون هي هاي النيك مال الهيومرس، لانه عاده هي هاي اللي تنكسر، فعاده تنكسر رقبه الهيومرس. بينما اصحاب الاناتومي او الاناتومست يقولون لا، هي النيك تجي مباشره بعد الهد بهذا المعنى. فهذه الاناتوميكال نيك وهذا الهيد، وهذه السيرجيكال نيك. عندنا طبعا هذه الجريتر تيبروسيتي وهذه اللسر تيبروسيتي مثل ما قاعد نشوف. الجريتر تيبروسيتي واللسر تيبروسيتي يمتد اوكي ما بيناتهم يكون البايسيبيتال جروف. من يمتد البايسيبيتال جروف؟ طبعا الجروف راح يتكون من 3 اتمز ذرات و اتمز اشياء يعني. فالميديال ليب، الميديال ليب اللي هي هاي الميديال ليب اوكي، وهذه اللاترال ليب، وهذه الفلور. كل وحده من ذني راح تكون هي عباره عن انسرشن لمصل معين، منها البكتورانس، منها اللاتسمس دورسي، منها بعد وحده ثانيه نسيت اسمها تيرز على ما اعتقد التيرز ميجر هيجي شيء. فكل وحده من ادهر راح تكون عباره عن او سبسكابولاريس على ما اعتقد سبسكابولاريس بهذا المعنى. فذني راح يكون كل وحده منهن لمصل معين. عندنا طبعا هذه اللي هي دلتويد تيوبروسيتي، هذه الدلتويد تيوبروسيتي، وهذا الرفنس او الامبريشن يكون عباره عن الاتاتشمنت او الانسرشن مال الكوراكو ابركيالس مسلز، راح تعرف عليه ان شاء الله خلال المحاضرات القادمة. عندنا طبعا هذه مثل ما شفنا هذه السبايرال كروف او راديال كروف، من هنا راح يمر عندي راح يمر الراديال نيرف، وراح يمر ايضا ارتري معين راح نتعرف عليه ان شاء الله خلال المحاضرات الجاية اللي ما راح تطول يعني. طيب عندنا طبعا هنا بالديستال اند اوف ذا هيومرس اكو عندي هواي شغلات مميزة.
أول شيء هنا أنا لو أريد أقتطع رح يكون عندي فد تركيب معين، فد صورة معينة. هنا أنا المفروض يكون عندي، خلينا نرسم أفضل، واللي ما رح توضح للصورة هنا أنا فرح يدخل على الهيومرس، أخليه يقترح يطلع هسه المحاضرة على الهيومرس فوق. رح تشوفوها بدقيقة 25 دقيقة و40 ثانية، رح يشرح عن هاي النقطة اللي هو أنا طبعا رح أشرح عن هاي النقطة. طيب هذا الانتيريور بوردر، هذا الانتيريور اوكي، الانتيريور لاترال سيرفيس، وهذا الانتيريور ميديال سيرفيس، هذا رح يكون البوستيريور سيرفيس، طبعا هذا الميديال بوردر، وهذا اللاترال بوردر اوف ذا هيومرس، طبعا هذا كله يعني اوكي وهذا كله. ولكن الانتيريور بوردر هنا ما بين بالكل، ام بين بس هنا اوكي بهذا المعنى. طبعا اكو مصادر اساسا ما تذكرها، اكو مصادر ما تركز على السيرفيسز الموجوده بالهيومرس، ولكن يعني حبيت اذكرها فقط. طيب عندنا طبعا هنا هذا اللاترال بوردر راح يستمر حتى يكون لي اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج، اوكي لاترال سوبرا كوندايلر ريدج، وراح يستمر للنهايه حتى يكون لي اللاترال اب كونداي، وهذا ايضا هنا طبعا هذا الميديال سوبرا كوندايلر ريدج اللي هو الميديال بوردر راح يستمر حتى يكون لي الميديال سوبرا كوندايلر ريدج بهذا المعنى، واكيد راح ينتهي بالميديال ابيكونداي اللي بروزها مثل ما قاعد نشوف اكثر من اللاترال ابيكونداي. اما ذني فهذه الكورونويد فوسا، وهذه الراديال فوسا، هذه طبعا التروكليا، وهذه الكابيتولم. الكابيتولم مبين فقط بالانتيريور، من البوستيريور ما موجود الكابيتولم، بس موجود من البوستيريور فقط التروكليا بهذا المعنى. وعندي هذا الاولوكرونون فوسا اللي هي اكثر فوسا او اكبر فوسا موجوده بالهيومرس. طبعا هذه صورة واقعية أكثر، مثل ما قاعد نشوف صورة واقعية أكثر، نفس الأشياء تقدرون فقط تركزون بها، هذا السبايرال جروف، وعندنا أو الراديال جروف، عندنا هذا طبعا هنا واضح الانتيريور بوردر أكثر، وعندنا طبعا هذه الميديال أبي كونداي، وهذه اللاترال أبي كونداي. هنا أيضا موضحن أكثر اوكي بصيغة اوضح هنا، ولكن هي نفسها فما راح اعيدها، ركز فقط ان التروكليا من البوستيريور ما موجودة مثل ما قاعد نشوف، سوري الكابيتولم موجودة بس من الانتيريور، من البوستيريور ما موجودة، فقط موجودة التروكليا من البوستيريور ومن الانتيريور، الكابيتولم ما موجودة من البوستيريور مثل ما قاعد نشوف. هذا طبعا ذني الاتاتشمنتس اوكي، الاحمر هو الاتاتشمنتس مال المسلز، واللي هي الاوريجن، والازرق هي الانسرشن. راح نتعرف على المسلز اللي ترتبط، مثلا هنا البراكيالس مسلز اوكي، هذه ايضا هنا ترتبط مسلز معين من البكتيروس ميجر اللي هي هاي هنا البكتيروس ميجر على ما اعتقد. فببساطه هن ذني الاتاتشمنتس، تعرف عليهم بطريقة أعقد بكثير إن شاء الله خلال المحاضرات القادمة. عندنا طبعا العظمات اللي هي الفور أرم، الألنا والريديوس أوكي، عندنا طبعا هذا الألنا، الألنا طبعا هاي الصورة توضيحية مجرد توضح يعني مو كلش واضحة، راح توضح أكثر إن شاء الله باستعدادات الجاية. عندنا هذه البروسيس اللي هي الأولوكرونون بروسيس، عندنا هذه التروكليير نوتش اللي هي راح تستقبل التروكليير أوف ذا هيومرس، عندنا طبعا الكورونويد بروسيس مثل ما قاعد نشوف هذه الكورونويد بروسيس، هذه الألنر اتيوبروسيتي أوكي، السوباينيتر كريست اللي هي هاي السوباينيتر كريست مثل ما قاعد نشوف هنا، السوباينيتر فوسا اللي هي صايرة ما بين الألنر تيبروسيتي والسوباينيتر كريست، راح نشوفها بعد شوي بطريقة أوضح. عندنا هنا هسه الانتيريور سيرفيس والانتيريور بوردر، وعندنا البوستيريور سيرفيس اوكي، هذا البوستيريور سيرفيس والبوستيريور بوردر، وعندنا طبعا هنا راح يكون من اللاترال اللي هو الانتر اوسيوس بوردر. بالنهاية راح يكون عندنا الهيد اوف ذا ألنا واللي يحتوي على الستايلود او الألنر ستايلويد بروسيس بهذا
المعنى. نتعرف على صورة أوضح إلى إن شاء الله بالسادس الجاية. أن هنا عندنا هذا الراديوس طبعا، هذا الراديال هيد، أوكي هذا الهيد أوف the radius، هذا النك، هذا الراديال tuberosity، هذا الانتيرير أوبليك لاين، وهذا البوستيرير أوبليك لاين. هذه أيضا مثل ما قاعد نشوف هذه هنا هي عبارة عن الراديال tuberosity. طبعا الألنا والريديس اثنيناتن عندهن anterior posterior border و anterior posterior surface، ولكن يبقى الريديس اوكي الريديس عنده lateral surface، بينما الألنا عنده medial surface. الريديس عنده الانتر osseous border رح يكون هذا medially، بينما الألنا رح يكون laterally حتى يلتقن الاثنين. رح نشوفها شوية بصورة تشملهن اثنيناتهن. عندنا طبعا هذا الستايلويد بروسس. الستايلويد بروسس مال الألنا ان تكون انحف رقيقة مثل الأبرة، بحيث انه تنكسر بسهولة، وغالبا يعني مثلا من احنا نطلع الأضمة نسوي لها يعني dissection وناخذها على صفحة، عادة يعني تنكسر ما تبقى صحية. اوكي فاحنا يعني من شنت في الانتوم ما شفت ولا ألنا بالستايلات بروسس مالتها كاملة، كل مكسورات. بس ان بالريديس طبعا الستايلات بروسس مالتها لو نشوف انه هي اسمك فما راح تنكسر بسهولة. وهذه هنا راح تكون الألنر نوتش اوف ريديس، اوكي الألنر نوتش اوف ريديس يعني هذه راح تستقبل الألنا بهذا المعنى. هذه الارتكولار سيرفيسز اوف او الانفيريور ارتكولار سيرفيسز اوف ريديس، راح نتعرف عليها ان شاء الله بالجوينتس مال الهاند. طيب هنا عندنا طبعا بالبوستيريور اسبكت، بالديستال بوستيريور اسبكت اوكي او بالبوستيريور اسبكت اوف ذا ديستال اند اوف ذا ريديس، عندنا الدورسال تيوبركل. هذه التيوبركل هنا موجوده الدورسال، نشوف بقى شويه صور اوضح عنها. وعندي هنا فور جروفز، اوكي فور جروفز راح نشوفها بصوره اوضح. فعندنا طبعا نرجع للألنا شويه، هذا الألنا هذه الصوره ميديالي اوكي من اللاترال اسبكت اوف ألنا. فنشوف طبعا هذا الانتر اوسيس بوردر، هذا هو الانتر اوسيس بوردر، هذا مكمل يعني من هنا هو المفروض يبلش اوكي هذا الانتر اوسيس border من هنا. وهذا التيوبروسيتي اوف ألنا، هذا التيوبروسيتي اوف ألنا. هذا شنو بالضبط؟ هذا السوباينيتر كريست، هذه هنا السوباينيتر، خلي ارسم حتى تكون واضحه اكثر. اوكي هذه السوباينيتر كريست، هذه التيوبروسيتي ألنر تيوبروسيتي، هذا الانتر اوسيس اوكي الانتر اوسيس border. هنا هذه راح تكون السوباينيتر فوسا، هذه راح تكون كلها السوباينيتر فوسا بهذا المعنى. راح نعرف شنو اهميتها وشنو وظيفتها وليش قاعد اركز عليها ان شاء الله بالمستقبل بهذا المعنى. عندنا طبعا هذه التروكليير نوز قاعد نشوفها، هذا الكورينويد بروسس، وعندنا هذا الاولوكرينان بروسس بهذا المعنى. فهذه الصوره اوضح عن هذه الستركتشرز اللي هي سوباينيتر كريست، سوباينيتر فوسا، والتيوبروسيتي، وعندنا الانوتيوبروسيتي، والاولوكرينان، والكورينويد بروسس، والتروكليير نوز. صوره اوضح عملي. طبعا عندنا هذه الصوره تجمع اثنيناتهن مثل ما قاعد نشوف شلون صايرات هنا. هذه هنا راح نشوفها بصورة أوضح بعد شوية. هذه أيضا صورة أوضح قاعد تجمع اثنيناتهن، هذا من يصير له pronation، هذا من يصير له supination. أوكي طيب عندنا هذه الصورة هنا عن الديستال end of أو posterior aspect of the distal end of the radius. فعندنا طبعا هذه هنا اللي هي ال dorsal tubercle of radius. عندنا هذا هنا طبعا هم كلش واضحة يعني الصورة كلش واضحة، ولكن مثل ما قاعد نشوف هذه هنا ايضا صورة جيدة. فهذه هنا راح تكون ال first second تجي هاي dorsal tubercle وتكمل ال third وال fourth groove of the scapula of the radius okay of the radius بهذا المعنى. هذين الجروفز يكون تسميتها من اللاترال للميديال، من اللاترال للميديال، لانه الثمب مثلا هو الفيرست ديجيت، فعلى اساسه راح نمشي نسمي ذني الجروفز. وهذه الالنر نوتس مثل ما قاعد نشوف، وذني هذا الالنا وهذا الريديس موجودات بجنب بعض. اوكي فنشوف شلون الالنا أو سوري الريديس قاعد يستقبل الألنا أو الألنر هيد.
طيب عندنا هنا هذه من الانفيريور فيو، اجينا احنا قطعنا الارم يعني منتصف الارم قطعناها، فهذا راح يكون البوستيرير وهذا راح يكون الانتيرير، هذا راح يكون الميديال سيرفيس او الميديال، وهذا راح يكون اللاترال اسبكت. فانا قاعد اشوف مين من الانفيريور فيو. طبعا مثل ما قاعد نشوف انه هنا الالنا عنده posterior border وعنده posterior surface، والradius ايضا عنده posterior border وعنده posterior surface. ايضا الالنا والradius عندهن anterior surface وعندهن anterior border بهذا المعنى، ولكن الالنا عنده medial surface والradius عنده lateral surface، وبنفس الوقت الradius يرتبط مع الالنا بشيء اسمه الانتروسيوس ممبرين، اللي هو هذا الانتروسيوس ممبرين اللي هو هذا fibrous joint. اوكي تعرفنا عليه بالجنرال اناتومي. فالانتروسيوس بوردرز بالنسبه للradius راح يكون ميديالي للميديال، بينما للالنا راح يكون لاترالي يعني بالجهه اللاترال. بهذا المعنى هذه الصوره صراحه جدا لطيفه، توضح الالنا والradius شو مترتبات بطريقه جدا لطيفه. عندنا طبعا هذه هنا طبعا هذا الاولوكرينين بروسيس قاعد يستقبله الهيوميرس بالاولوكرينين فوسا مثل ما قاعد نشوف، وهذه هنا الراديال فوسا مثل ما نشوف هنا، وهذه ايضا عندنا الكورونويد فوسا اللي قاعد تستقبل الكورونويد بروسيس اوف النا، وهذه الراديال فوسا تستقبل الراديال هيد. اوكي بهذا المعنى هذه الصوره لطيفه. هذه الميديال ابيكونداي، دائما نركز ان الميديال ابيكونداي تكون بروميننت اكثر من اللاترال ابيكونداي، وهنا يجي الالنر نيرف راح تعرف عليه ان شاء الله خلال المحاضرات القادمه. اخر شيء الهاند، الهاند عندنا بس هذه الصوره عنها، ما راح نطول بالحديث عنها. طبعا عندنا هذه الكاربس، هذه هنا الكاربس او الكاربال بونز، وعندنا هذه الميتاكاربال بونز، وعندنا هذه الفلانجيز. الميتاكاربال بونز طبعا راح نسميه هنا من اللاترال للميديال. اوكي دائما من اللاترال للميديال. من اللاترال للميديال عندنا طبعا هذا السكافويد، اوكي هذا السكافويد وهذا اللونيت، هذا مثل ما قاعد نشوف الترابيزيوم الترايكواتريوم، هذا الترايكواتريوم، وموجود فوقه هو شويه يعني شويه صار ميديالي ولكن فوقه اللي هو البيزي فورم مثل ما قاعد نشوفه، هذا البيزي فورم. فانا ايضا نسميهن السكافويد لونيت ترايكواتريوم، ومثل ما قاعد نشوف البيزي فورم ما مبين من البيزي فورم ما مبين من الدورسال اسبكت او الدورسال اوف ذا هاند، او هنا بالنسبه لهذه المنطقه فهي الدورسال البوستيريور ريست. اوكي بهذا المعنى. عندنا طبعا هذه طبعا نسيت اقول انه انا عندي ديستال رو وبروكسيمال رو. البروكسيمال رو اللي هي انه الكاربال بونز مقسمات على تو روز صفين، اوكي تو روز صفين، الصف اللي يكون ديستال اوكي اللي هو هذا الاخضر، والصف اللي يكون بروكسيمال اللي هو هذا البنفسجي او ما ادري شلون صار لونه، اوكي هو هذا البنفسجي على ما اعتقد. اي طيب بيربل اوكي، فهذه صاير لهنا اوكي مثل ما قاعد نشوف. اما بالديستال بورد او ديستال رو عندنا اول شيء اللي هو ترابيزيوم، بعدين الترابيزويد مثل ما قاعد نشوف ترابيزيوم ترابيزويد، بعدين الكابيتيت، واخيرا الهاميت. اوكي الهاميت. اما بما يخص الميتاكاربلز فعندنا هذا الفيرست سكند ثيرد فورث فيفث ميتاكاربل بونز. عندنا طبعا هذه الفلانجيز، الفلانجيز عندنا هذه الديستال وهذه البروكسيمال، هذه من الفيرست ديجيت او الثامب. فكل مثلا هذه فقط ديستال او بروكسيمال، هذه بروكسيمال وهذه ديستال، ولكن من نجي هنا عندنا هاي راح تكون ديستال، هاي راح تكون ميدل، وهذه راح تكون بروكسيمال، فذني موجودات بكل الديجيتس. طبعا هذا الفيرست ديجيت، هذا السكند، الثيرد، الفورث، الفيفث، ممكن نسميه انه هذا الثامب، هذا الاندكس، هذا الميدل فينجر، هذا نسيت اسمه صراحه، وهذا الليتل فينجر. اوكي بهذا المعنى فذن هيجي ترتيبهن، ولكن انت تقدر تسميه فيرست ديجيت، تسميه فيرست ديجيت هي لاتن، وفكره الثامب والاندكس والميدل فينجر هذه ليست يعني لاتن. طيب عندنا طبعا هذه الصوره اوضح عن الريست، هذا سكافويد لونيت ترايكواتريوم، وعندنا البيزي فورم، اوكي هذا البروكسيمال رو،
اوكي الديستال راو مكون من ترابيزيوم ترابيزويد كابيتيت وهاميت اوكي هذا الديستال راو اوكي وذن هذا الميتاكاربالز بون هذا الفيرست سكند ثيرد فورث فيث هذه هي posterior aspect مثل ما قاعد نشوف هنا البيزي فورم من بين اوكي هو صاير anterior للتريكواتريوم فمن بين هنا البيزي فورم هذه ايضا نقطة لطيفة نتعرف عليها هسا السيرفس اناتومي ما راح اتوخكم كثيرا مجرد انه فكرة السيرفس اناتومي شنو انه اكو بونز تكون مباشرة او اقدر اسوي لها palpation اوكي palpation من السيرفس of the human body فأدي طبعا هذا الكلافيكال مثل ما قاعد نشوف انه هاي النقاط الخضراء اوكي الالوان الخضراء هاي تعني انه ذني palpable شنو معناته انه ممكن نسويها palpation فنشوف هنا الالنا اللي هو اللاترال اوكي سوري اللاترال شنو البوستيريور بوردر وشوية من البوستيريور سيرفيس قاعد اني اقدر اسوي لها palpation هنا greater tubercle و lesser tubercle of the humerus اقدر ايضا اسوي لها palpation وكانت اكو محاضرة يعني محاضرة كاملة عن surface anatomy of the upper limb bones of upper limb ايضا هذا spine هنا root of the spine هنا الميديال border وهنا الانفيرير انجل وشوية من الميديال lateral border of the scapula ايضا هنا الميديال ابيكونداي واللاترال ابيكونداي عندنا ذني هذه اللاترال اسبكت اوكي والستايلوت بروسس اوف ذا راديوس من اللاترال اسبكت اقدر اسوي لها بالبيشن والالنا ايضا الميديال بروسس والستايلوت بروسس اوف الالنا اقدر اسوي لها بالبيشن طبعا مثل ما قاعد نشوف ذني الديجيتس او سوري الفلنجيز والميتاكاربال بونز كلهم اقدر اسوي لهم بالبيشن هنا فقط الكابيتيت اقدر اسوي له بشكل واضح بالبيشن هنا هذا السكافويد وهذا الترابيزيوم وعندي هذا البيزي فورم وعندي هذا الهاميت اقدر اسوي له بالبيشن بشكل جيد لان هذا عندي هنا راح يكون الكاربال تانل راح نتعرف عليه ان شاء الله خلال المحاضرات القادمة هذه الصورة اوضح يعني الى حد ما هذا جسم موقعي ومركبين عليه هذه الصورة حتى تبين بطريقة اوضح اوكي بهذا المعنى فانتم مجرد يعني تاخذون فكرة هنا عن السيرفس اناتومي ما محتاج تعقدون انفسكم اخر شيء الكلينيكال كورليشنز وراح نختم بالكلينيكال كورليشنز الكلينيكال كورليشنز ببساطه عن الابر ليم او عن البونز اوف ابر ليم انه ببساطه راح يصير عندي فراكتشرز بالبون فاول فراكتشر اللي هو بالويست اوف ذا كلافيكال اللي هو ببساطه الاتا او المنطقه اللي ترتبط بها الميديال 2/3 واللاترال 1/3 راح يرتبطن بمنطقه اللي هي نسميها الويس اوف ذا كلافيكال هنا راح يصير الكسر مال الكلافيكال اللي هو الموست كومن من واحد يوقع مثلا طفل يوقع على ايده الايد المفتوحه الاوت ستريتشد الاوت ستريتشد ابر لين فراح يوقع على ايده فراح يصير تروما والتروما راح تجي من يعني من كل الابر لين من الفري ابر لين ويعني بكل حملها بهذا المعنى على الكلافيكال فانه طبعا هذه من راح يصير هذا الكسر شنو اللي راح يصير هذه الكلافي سوري الاسترنو اكلايدو ماستويد استرنو اكلايدو ماستويد الاسترنو اكلايدو ماستويد مصل راح يصير بها هذه ال يعني راح ترفع راح تسوي elevation للميديال portion او الميديال fragment of the fractured scapula sorry clavicle وعندنا طبعا هذا راح يبقى عندي هذا اللاترال fragment راح ينزل جو بسبب الجرافيتي انه اكو جرافيتي وزن هذه الابر لم كلها راح ينزل وبنفس الوقت هذه البكتيريا ميجر راح تجذب ميديالي فراح يصير مثل ما قاعد نشوف اسفل يعني هنا اللاترال فراكتشر او اللاترال فراجمنت راح تصير inferior to the medial fragment بهذا المعنى فهذا بسبب انه هذه راح تسحب ميديالي اللي هي البكتيريا ميجر
طبعا ننتقل للهيومرال فراكتشرز. الهيومرال فراكتشرز ان اول واحدة اللي هي الافولجن اوف ذا جريتر تيبروسيتي اوف هيومرس. هذه ببساطه الافولجن مثل ما قاعد نشوف انه قطع للجريتر تيبروسيتي، قطع يعني كان قصها مثل الكيكه، مثل ما قاعد نشوف ان انا انقصت مثل الكيكه. هنا طبعا هذه العضله اللي هي السوبرا السوبرا سباينس السوبرا سباينيتس ماسلز، اوكي، فراح ترجع لورا، راح ترجع لهناك يعني، اوكي، باتجاه posterior lateral، اوكي، بهذا المعنى. فعندنا طبعا هنا هذه القطعه راح يصير بها اشبه بالديسلوكيشن، هو اساسا فعليا ديسلوكيشن للهيومرس مثل ما قاعد نشوف. فهذه نوع من انواع الفراكتشر اللي تصير بالهيومرس. عندنا ايضا النوع الثاني اللي هو الفراكتشر اللي يصير في منتصف الشفت اوف ذا هيومرس، طبعا اسفل جاست inferior تو ذا deltoid muscle. فنشوف انه الدلتويد راح يصير لها abduction، يعني راح يصير هنا abduction، وراح تبقى الdistal fragment راح تبقى بهذا الشكل مرتبطه بالcoronoid، اوكي، الcoracobrachialis muscle مرتبطه بالبايسبس والى اخره. فقاعد نشوف هذا النوع من الكسر اللي هو بالهيومرال شفت. هنا باختصار طبعا ذني الموست كومن اللي قاعد يصير، فعندنا لما يصير كسر ايضا يصير كسر بالسيرجيكال نك، اوكي، ايضا هو فيري كومن، ولكن هنا صراحه ما كان عندي صوره عنه وهو مو مهم، المهم انه احنا نفهم الفكره. من يصير كسر بالسيرجيكال نك راح يتاثر الاكسلري نيرف، ومن يصير كسر بالراديال جروف اوف ذا هيومرس راح يتأثر الراديال نيرف. فاحنا الغاية الأساسية من الفراكتشرز، غاية أساسية من أنه ندرس الكلينيكال كورليشنز أو الفراكتشر، نشوف لازم يعني نتنبأ بأنه لما يصير عندي كسر بالعظم بالضبط السوفت تيشو اللي قاعد يتأثر منه بالضبط. هذا الشيء اللي مطلوب نعرفه أو اللي المهم نعرفه. A distal end of a humerus، okay، راح يصير بها الميديال نيرف، هاي distal end، ممكن يصير كسر هنا بالنص، ممكن يصير أنواع كثيرة، ولكن راح يتأثر أدي الميديال نيرف، الميديان نيرف. أما الميديال أبيكونداي، okay، اللي راح يتأثر بها الألنر، هذه الميديال أبيكونداي راح يتأثر بها الألنر نيرف. هذه ببساطة بشكل سريع. عندنا طبعا هنا radius في الألنا، هنا ممكن هذا distal end of the radius ممكن ينكسر بسهولة، أو يعني ممكن هنا ينكسر، أوكي، مثل ما قاعد نشوف، فهذا الكسر. وعندنا هنا الستايلود بروسيس يصير لها avulsion، أوكي، ستايلود بروسيس of ألنا ممكن يصير لها avulsion، وهذه الموست كومن من مثل ما قاعد نشوف هذه الليدي وقعت على أيديها، فصار هنا الوقعة، فصار الكسر هنا مثل ما قاعد نشوف بهذا المعنى. ذن كان الموست كومن. طبعا مثل ما قلت هنا انا عندي نيرز وارتريز وليجمنتس وهواي شغلات، انا عندي تندنز، يعني هنا انا راح يكون هذا هنا الكربل تنل، فهنا انا راح يكون عندي هواي فيسلز ونيرز. فأنا تفكيري تركيزي انه ذني راح يتاثر ولا لا، هذا تركيزي هنا انا راح يكون، اوكي. فمن اعرف الفراكتشر وين راح اعرف انه اثر على السوفت تيشو، وين بالضبط السوفت تيشو اللي يتاثر بهذا المعنى. كعادتي من الفيديوهات احب دائما انه بالنهاية الخص اللي سويناه لحد الان. طبعا احنا اللي سويناه لحد الان تعرفنا عن الباوندريز اوف ابر ليم، اتعرفنا على السكيلتون اوف ابر ليم، واتعرفنا على السيرفس اناتومي اوف السكيلتون اوف ابر ليم، وايضا تعرفنا على كلينيكال كورليشنز الفراكتشرز، شلون نفكر تجاه الفراكتشر. هاي ببساطه كل اللي تعرفناه لحد الان. طبعا الاسماء الفراكتشر اسماء الفراجمنتس الموجوده بالبونز، الميكينج والفورميشنز الموجوده بالبون، بعض الجامعات يعني ما تهتم بها، تقول انه هاي اشياء مو مهمه، انه مجرد اعرف ان هذا كلافيكل، مجرد اعرف ان هذا هيومرس. ولكن انا شخصيا يعني كطالب انه لما انظر للموضوع، لنفرض مثلا انه اني طالب انطلب من عندي انه اسوي برزنتيشن عن كيس معينه، اوكي، عن كيس معينه، وبهذه الكيس مثلا عن موضوع الابر ليم، بهذه الكيس انه طلب مثلا من عندي انه اقرا اكس راي واعرف الفراكتشر وين موجود. طيب شو راح احدد اسم الفراكتشر او الجزء اللي انكسر من هذا البون واني ما درست هذا البون بشكل تفصيلي؟ ف يعني مجرد انه افكر بهذه الطريقه خليني اعتقد انه لازم اني اعرف عن البون كل شيء بهذا المعنى كطالب، كل شيء كطالب.
فلحد الآن إحنا اللي سويناه الآن هو عبارة عن بداية. الآن مثل ما يعني أنا أعبر عنها صراحة بيني وبين نفسي إنه إحنا الآن سوينا الهيكل، هيكل الأبرلم. المحاضرات الجاية راح تكون عن المسلز والنيرز والفينز، عن السوفت تيشو. يعني أنا هسه عندي الهيكل، هيكل الأبرلم، وراح أشغل إن شاء الله بالسوفت تيشو بالمحاضرات القادمة. المحاضرات القادمة راح تكون إلى حد ما بها كمية كبيرة أكبر بكثير من بالمعلومات من المحاضرات الحالية الموجودة عن الأبرلم، ولكن إن شاء الله راح تكون سهلة. راح أحاول إلى قدر الإمكان أحاول أسهلهم، وأحاول أعتمد إنه الصور، أوكي، الصور الأطلس أكثر من الرفرنس نفسه. يعني ما أعتمد إنه مثلا يكون كتابة، لأنه هو الأناتومي لازم تشوف يعني، فالكتابة أستخدمها بنقاط معينة، ولكن بشكل أساسي راح يكون على الصور. راح أحاول أوصلكم الأفكار من خلال الصور. لازم تكونون قبل هذه، يعني من بعد هذه المحاضرة، أوكي، من بعد هذه المحاضرة، المحاضرات اللي تجي من بعد هاي المحاضرة لازم تكونون حاضرين هاي المحاضرة والمحاضرات اللي قبلها، على الأقل هسه هاي المحاضرة. وأيضا الجنرال أناتومي جدا مهم، لأنه مثلا من أقول لك anterior lateral لازم أنت خلاص تعرف anterior lateral شو معناته. من أقول لك مثلا إنه هذا الأوريجين والإنسيرشن مال المصل، أنت لازم يكون خلاص عندك فكرة إنه الأوريجين والإنسيرشن شو معناته. لازم تكون حاضر محاضرات الجنرال أناتومي، هذا الشيء جدا مهم. فلهنا ننتهي عندي هذا الفيديو، نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر.